نوما هنيئا يا حبيبي. نام الولد؟ نعم يا أيوب، بعد أن أرضعته. سبحان الله، حلم انتظرناه منذ تزوجنا ولم يتحقق لنا إلا بعد 15 سنة من الزواج. إن الله مع الصابرين. الحمد لله، ولكنني أخشى على ابننا من المستقبل. لقد تقدمنا في السن، فمن الذي سوف يرعاه من بعدنا؟ يا أيوب، الله الذي رزقنا به بعد طول غياب قادر على أن يبارك لنا فيه ويبارك له فينا ويحميه من كل سوء. ونعم بالله، اللهم احفظ لنا ولدنا وأعنا على تربيته ورعايته على النحو الذي يرضيك عنا. خذ الولد وسأخرج لأنظر من الطارق. مرحبا جارنا العزيز ميمون. عفوا على إزعاجك في هذا الوقت المتأخر، ولكني لم أستطع الانتظار حتى الصباح. خيرا إن شاء الله. أمر بضائقة مالية كبيرة، خسرت تجارتي وعلي دين ب1000 دينار. 1000 دينار؟ صاحب الدين يهددني بأن يشكوني للقاضي، وحينها سيحكم بسجني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم أجد غيرك يقرضني هذا المبلغ، فمنذ سكنت بجواري ولا أرى منك إلا كل خير. حسن، هذا حقك علي، فأنت جاري. تفضل يا جاري العزيز. شكرا لك يا سيد أيوب، شكرا لك. إن شاء الله سأسدد لك الدين قبل 1 شهر من الآن. وفقك الله لكل خير. يا سبحان الله، رعد وبرق ومطر. أيوب، أدركني يا أيوب. ماذا بك يا زوجتي؟ خرجت من حجرة الطعام فلم أجد ابننا في مكانه الذي وضعته فيه. كيف ذلك؟ لقد سمعت صوت بكائه آذيا من الحديقة. وكيف خرج إلى الحديقة وحده وهو لا يستطيع السير؟ هذا ما يخيفني يا أيوب، المطر والرعد والبرق بالخارج وابننا أيضا بالخارج. اطمئني اطمئني، سأذهب حالا لأحضره. خذني معك يا أيوب. أسمع بكاء ابننا، إنه من هذه الناحية. ولدي الحبيب. صوت ابننا يزداد قربا، يبدو أننا نسير في الطريق السليم. ابني حبيبي. يا الله، لقد انطفأ السراج من شدة المطر. والله لا أصل إليه حتى لو أظلمت الدنيا كلها. ابني ابني، أين أنت يا قلبي؟ اللهم الطف بنا وارحمنا. ابني أيوب، أيوب، وجدت ابننا يا أيوب، وجدت ابننا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.
أين وضعت سرة النقود يا أيوب؟ لقد رأيتك بعيني تخرجها من داخل الأريكة. والله لن أخرج من بيتك إلا بالمال الذي جئت من أجله. لابد أنك أخفيت النقود في حجرة النوم. أيها الساذج، تعتقد أن في ذلك مزيداً من الأمان؟ ها هي السرة، وها هي النقود بداخلها. سأخرج سريعا قبل أن يعود أيوب وزوجته. ما هذا؟ لماذا يهتز البيت هكذا؟ الحمد لله أن وجدنا ابننا. يجب أن نعرف من الذي أخرجه من المنزل في هذا الوقت الصعب. ندخل أولاً المنزل ونغير له ملابسه ثم نطعمه. انظر يا أيوب، إن سقف المنزل يهتز بشدة. هذا ما كنت أخشاه، أن يؤثر المطر على السقف. أيوب، لقد سقط جزء كبير من السقف. لا حول ولا قوة إلا بالله، تهدم منزلنا يا أيوب. قول الحمد لله أننا كنا خارجه. أدركوني، أنقذوني، سأموت. أيوب، هل تسمع هذا الصوت؟ نعم، إنه من داخل المنزل. أدركوني، انجدوني. من المستغيث؟ أنا ميمون يا سيد أيوب. ميمون؟ ولماذا دخل منزلنا ونحن خارجه؟ حقا، كيف دخلت منزلنا ونحن بالخارج؟ أتوسل إليك، أنقذني أولاً ثم اسألني ما شئت. الآن فهمت ما حدث، لقد أخذ ابننا في غفلة منا وتركه بالحديقة، حتى إذا خرجنا إليه دخل هو المنزل وسرق النقود. كيف يسرقني وقد أحسنت إليه؟ هذا هو طبع اللئيم. ميمون، هل دخلت منزلنا لتسرقنا؟ نعم، هذا ما حدث، ولكني أموت الآن. أنقذني أرجوك ثم افعل ما تريد. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا قادم. أيوب، هل ستنقذه من الموت بعد أن عرفت أنه دخل ليسرقنا؟ هو أيضا أنقذنا من الموت دون أن يقصد. عندما اضطرنا للخروج من المنزل فانهار السقف عليه وليس علينا. هل تخدعني أم تخدع نفسك؟ لا تنسى يا ثريا أن الإسلام قد أمرنا بالإحسان إلى الجار. نحسن إليه وقد حاول سرقتنا. الإحسان إلى الجار لا يعني فقط أن لا نؤذيه، ولكن يعني أيضا أن نتحمل أذاه. أدركوني، سأموت. لن تموت، أعطني يدك. يا ربي، لا أستطيع أن أخرجها من تحت الركام. سوف تستطيع، حياتك كلها متوقفة على هذه المحاولة. حسن، سأحاول. ها هو جزء كبير منها قد خرج من تحت الركام. هيا هاتها. هيا. يا الله، والله تصورت أني مت بالفعل. شكرا لك يا جاري العزيز على إنقاذي من الموت. شكرا لك. وشكرا لك على سرقتي بعد أن أقرضتك المال الذي طلبته مني. سامحني، لعب الشيطان بعقلي. لا يا أيوب، يكفي أنك أنقذت، ولكن لا تسامح. يا سيدتي،
العفو عند المقدرة. أنت لا تستحق أي عفو بعد أن كدت تسرقنا وتقتل ابننا. نحن نعامل الله يا ثريا. هل تريد أن تسامحه فعلاً؟ هكذا علمنا الإسلام، نعفو عن الناس ليعفو الله عنا. إيه، أكثر من شهرين ونحن غائبان عن المنزل. حتى استطعنا أن نوفر تكاليف إصلاحه. ثريا، هل ترين ما أرى؟ سبحان الله، من الذي رمم المنزل في غيابنا؟ أنا يا سيدتي. جارنا ميمون. نعم يا جاري العزيز، أردت بشكل عملي أن أشكرك على إنقاذك لحياتي ثم عفوك عني. ولكني لم أطلب منك ذلك. لم أنتظر حتى تطلب. لقد علمتني درساً غالياً يا جاري الطيب. وما هو هذا الدرس؟ أن أعامل الله كما عاملته أنت، وأنقذت حياتي حتى بعد علمك أنني دخلت بيتك لأسرق مالك. يا سبحان الله، انظر يا ثريا، أحسن إليه لوجه الله فرد الله إحساناً بإحسان، فأصلح لنا منزلنا وأصلح لنا جارنا.